يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء السكر والشطه مع بعض. ازيك يا عباس؟ ازيك يا مفيده؟ النهارده من امبارح حقيقي وانا عماله اقرا في طريقه عمل الكوردن بلو اللي انت هتعمله، ومش عارفه انت
احنا بس نطلع لهم في رمضان، فكون ان هم كمان يهتموا ان هم يعملوا لنا حنفيه في رمضان واحنا بنطلع بس كده حلو. اقعد ساكت بقى. طيب احنا هنعمل ثلاثه تانيين، بس انا عايز ابتدي في ايه؟ اعمل البشاميل عشان البينك صوص بتاخد شويه وقت. اوكي. انه الطماطم. طيب ادخل يعني اشيل ده؟ انت مش عايز دي؟ لا هشتغل دي. سيبي لي السكينه بتاعتي عشان. حاضر. ممتلكاتك. انا ممتلكاتي. ممتلكاتك. حاضر يا باشا. اشيائي لو سمحتي. طيب حليت الفزوره بتاعت امبارح؟ لا ولا حاولت. فزوره امبارح، ايه الحاجه اللي كل ما تاخد منها تكبر؟ في ناس قالوا الحفره، وفي ناس قالوا العمر، على حسب بقى انت عايز تحل الفزوره البايخه دي باي طريقه زي ما انت عايز، يعني يا العمر يا الحفره والاثنين مقنعين. طب ما انا اعمل البرازق بتاعتي. ابتدي في البرازق بتاعتك. ما انا محتاجه اشيل دي. عباس. عايزه العجانه؟ عباس. حاضر. عباس. اتفضلي. طلع العجانه. ادي العجانه. يخليك ليا ما يحرم. من ناس برضو والله العظيم. طيب طريقه عمل البرازق. احنا محتاجين نقول حاجة مع بعض. انا اول حاجة الزبدة والسكر بيتحطوا مع بعض وبيتضربوا مع بعض لغاية ما ينعموا. خلينا نشوف ازاي مع بعض اهو. شوية كده هياخد. انت بتعمل ايه بقى؟ انا بعمل بشاميل خفيف. اوكي. عشان وحعمل صوص طماطم بطماطم طماطم شاري. ايه علاقة صوص طماطم بالبينك؟ ما هي تبقى بينك ازاي؟ هي طماطم على بشاميل او كريمه، ممكن كريمه فينا. انا ممكن احط يعني انا ممكن اعمل مثلا بينك بمعلقه كريمه او بتاعه ممكن طماطم اللي هي في السوبر ماركت. لا لا ليه؟ لا بص مفيش طعم زي الطماطم الفريش. طيب يبقى انت هتجيبها لنا من بيتها يعني. انا بضرب السكر مع السمنه شوية لغاية ما ينعموا خالص مع بعض، وبعدين أضيف عليهم اللبن حبة حبة كده أهو. اللبن هحط معاهم رشة الفانيليا ورشة فانيليا شويه بقى كده قبل ما احط الدقيق. اسيبه شويه ينعم لغايه. على فكره حبه اللبن قليلين قوي يعني يا دوبك زي ما انتم شايفين كده. الموضوع في البرازق انها بتاخد وقت في ايه؟ في بس لما الموضوع يدوب مع بعض، واخد بالك؟ ولا مصنع ولا درب كامل ولا حاجه. مفيدة جات لك علشان توريك طريقة عمل برازق في مصر. دي أحلى برازق في والله العالم. والله هتندم لو ما دقتش البرزقة بتاعتك. فأنا عندي يعني إيه اللي أنت بتعمله بقى؟ علمني بقى يعني قول لي أنت عملت إيه هنا؟ طب استنى استنى أشوف بس هو عمل إيه هنا أخيرا. عملت إيه؟ بشاميل. ده حطيت دقيق. حطيت دقيق وتوم وشوية جوز الطيب. أوكي. أسيب البشاميل لما ترم مش محتاج كتير. وأنا أهي ربطت معايا. احط حبه الدقيق وبعدين اطلع فاصل. ايه رايكم؟ انا كده احط على البرازق الدقيق وبعدين هطلع فاصل وارجع اوريكم العجينه. احنا اوريدي عاملين عجينه بس هوريها لكم. طب فاصل. طيب مع حضراتكم احنا عملنا الكوردن بلو بالباف بيستري وعملنا العجينه بتاعه البرازق اهي موجوده وعملنا احنا ذروتنا الدنيا.
دي شطر. هي شكلها قطايف. بالسمسم. ها انتوا خلاص، انت والاستاذ المخرج بتاعنا بقى انتوا، انا مش مصدقه نفسي على يعني. كله اخد تشويحه. حط عصير ليمون. على فكره شكلها حلو قوي البتاعه دي، بس شكلها انا لسه ما اعرفش طعمها. ويبقى طعمها حلو جدا طبعا طبعا. والنبي يا خطاب انت جميل يا خطاب، الهي ربنا يكرمك. ميه وملح مش كتير عشان هنحط مرقه، ممكن مرقه فراخ، ممكن مرقه خضار، انا بحب اعملها بمرقه خضار. يعني انت حطيت بنجر، بنجر وجزر، بصل احمر، وبصل احمر و... وتفاح و ايه تاني؟ شبت. وشبت، شبت مع تفاح. مع بنجر. اوكي انا ما عنديش اي مشكله. هتعمل لنا مكرونه؟ هتاكلي؟ لا انا ما انا انا صايمه وامي مستنياني على الفطار. يعني انا امي مستنياني على الفطار، انا يا عم مش بتاعت على كارتيه ده، على فرانكا. يعني انا اخري يعني. طب اكيد اكيد طعمها هيبقى حلو عشان بس ما اصدمكش. يعني ما زعلش. لا كمان بابريكا، سنه بابريكا. مالها البابريكا؟ ايه الاعتراض على البابريكا؟ ايوه قولي لي الاعتراض بتاعك على البابريكا. بحاول اتخيل، انت مش قادر تفهم. انا بحاول اتخيل كل الاطعمه اللي انت عمال تتكلم عليها. يعني انا في دماغي ومخي جايب التفاح ليه طعم، البنجر ليه طعم. بصي بقى تعالي شمي صوص الطماطم. طيب حاضر، بس ثانيه واحده انا جاي لك بيها اهو. تحفه تحفه. انت هتعمل، هتحطه بقى على البتاع؟ هحط البشاميل طبعا. البرازق دي ما بتاخدش وقت خالص 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 في الفرن، يعني يا دوبك نص ساعه وتطلعوها. ها وبالهنا والشفا طبعا. وريني بقى كده. قلبت بينك اهي. قلبت بينك. تخيل حط بقى فيها المكرونه. انا بس مشكلتي في حاجه واحده بس في البرازق دي، عارف ايه؟ ايه؟ ان انا مش عارفه اخليها كلها سيركل واحده. اعملي لي كام واحده؟ ما عشان كده بيستعملوا فورم، يعني بيفردوها. افرض انا ست ما عنديش فورم، ما اكلش برازق؟ ممكن تعملي فورم باي حاجه. مستلزمات مكتبيه عند بنتك. طب ما بعمله كف ايدي اهو. هتلاقي عشان دي بشكلها ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ برازق اهو. دي صور تانية هتنزل على السوشيال ميديا على فكرة. والله العظيم.
عرفته. مين الحيوان اللي بيشم يا ياسمين؟ مين الحيوان اللي بيشم بلسانه؟ ها عرفته. مين؟ عرفته. مش هقول. اوعى تقول. اوعى تقول بيشم بلسانه. بيشم بلسانه. بيشم عشان واو. انا بحب ناشونال جيوغرافيك. انت برضه مثقف. مثقف. طب يا عم اجيب لك الطبق اللي هتغرب فيه يا عم. البرازق اهي. دي برازق اهي كانت معموله، بس انا هطلع لكم البرازق بتاعتي اهي. اهو 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 اهي تستوي. ها برازق بتاعتي كنت هنساها. الشوربه هتغرفها فين؟ الطبق تحتنا اهو. اهو الغويط ده. اوكي. ممكن نجيب كبشه بس من ورا بس. حاضر. عشان كبشه من ورا. يلا عشان هنروح. يلا احنا لازم نروح. مش عايزه ابهدل الطبق. هي بتبقى لونها احمر كده يا عباس؟ ممكن بصل. بصل. وممكن بصل مكرمل مش محمر كمان. شبت. ماشي يا باشا. انت تؤمر. انت تؤمر. انت تؤمر. انت تؤمر. وادي كده. الله حلوه قوي السفره. الوانها حلوه جدا. بينك وفوشيا وبني. والبرازق تجنن. البرازق بتاعتي لا يتوقعها عقل. 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 بالهنا والشفا. ونشوفكم بكره. واختراعات وافتكاسات ومحاولات. سكر